ايه كله تمام ولا خليها ليله سودة على دماغكم؟ كله تمام يا حكومه. سميره صديقه الطلبه، خصمتهم يا بيه، خصمتهم. الامتحانات قربت وحقر النتيجه في الجورنال، لو لقيت عيل واحد بس ساقط هخلي عيشتك مهببه بهباب. يلا يلا. وانت يا بوبي؟ لحمضاني وشرفك يا بيه. انا كل يوم هعد كلاب اللي في الشارع، حسك عينك الاقي كلب ناقص، هجرجرك بسلسله. يا لهوي! يا عيون البوليس! انا جاي! اوعى تشوفني! انت نص خلص عليك. خد خد الدين ده هيغور عني. اشكال ما تجيش الا بالسبت. اه يا دراعي. سعاده البيه. شبيك لبيك وهحط الحديد في ايديك. ليه؟ عملت ايه؟ الله، ده بيسأل. سرقة بالإكراه يا عسل، ضربتها وخدت فلوسها. ما حصلش يا تجراسي. نعم؟ نعمين واربعة يبقوا ستة. أنت هتتدلع الراجل بالزور ولا إيه؟ الله، أنت مش لسه صوتك دلوقتي كان جايب لآخر الشارع؟ ده أنا كنت بضحك. تضحكي تقولي يا بوليس؟ أمال لما استوت تقولي إيه؟ هقاو؟ ودلوقتي جناب سعادتك. عاوزني في حاجة؟ لا ما نستغناش يا عسل. وما الفلوس دي ايه؟ فلوسه حر ماله، كسبها بعرق جبينه. بعرق جبينه هو؟ الله، المهم انا اديتها له بمزاجي. الله، هو تلفيق قواضي ولا ايه؟ لا ولا تلفيق قواضي ولا حاجة. معلش، المرة دي برمت يا عسل، الجايات اكتر من الرايحات. يلا هتغور من قدامي. ما انا كنت ماشي وانت اللي حشتني. يلا انت وهي اتفرجوا على ايه؟ حاوي هو ولا رجوز؟ هنيجي تاكلنا على التحرك. يلا يلا. كدبت ليه؟ بتحبيه؟ ده نطيق العنا ولا طقوش. لكن اهو هي غصبانية. غصبانية؟ وايه اللي يغصبك على كده؟ هعيش ازاي بين الديابة من غير سابع يحميني؟ يحميك عشان يستفرد بيكي وياكلك لوحدك. مكتوب على الكبير اهو كارنا كده. ما انتوا اللي بتجيبوا لنفسيكم. واحدة زيك ما تسيبش الحتة دي ليه؟ تروح تتعايش من شغل شريف. شغلة شريفة؟ شغلة شريفة ازاي وانا لا شهادة ولا صنعة؟ انا هكلم لك المسؤولين، انا اصلي نافذ عليهم قوي. صحيح يا تجراسي، بس بشرط تهمدي. يعني لا رأس ولا خمسة باب ولا ميتة دليتة عمدة ولا ولاعة عليها جوني. حاضر، بس يا ترى عباس هيسيبني؟ لا عباس سيبهولي، انا هخلصك منك. ازاي؟ الا ازاي، ده انا اللي كانوا بيدلعوني يقولوا لي يا رزل. قال خلصك مني. قال. طب وما قالكيش ازاي؟ ما قالش يا تجراسي، وطبعا مش هيقدر. ده ولا هو ولا مدرسه الكونستابلات بتاعته. اسمع ما اقولك، أنا عايزك تجاري تاخديه على قد عقله. ما تخافش عليا، ده أنا هفرده واتنيه وأحطه في جيبي. أه فين يا بنت؟ ياما، إيه في إيه؟ مكتوبة للاسف. ليه؟ عملت ايه؟ لازم العروبة سميرة تبلت عليا. هي ايه العبارة بالظبط يا سيدنا الأفندي؟ قالت مزاجك أنا مش كده؟ لا، إذا كانت البنت مظلومة أنا أحب أقدم لك نفسي أولا. هتقدمي نفسك مين؟ الكوميل بتاع الكوتشينة، راجل فلاتي وبتاع نقط، وما حبكش المزاج معاك غير مع أخطر مشبوهة في الشارع فوق. مشبوهة؟ اسمع نصيحتي يا جدي، مالكش دعوة بالبنت دي بالذات، أصلها كمان
يا ساتر يا رب، اعوذ بالله. مع السلامه. كنت بتقول له ايه عليا؟ يلا بنت قدامي. كنت بتقول له عليا؟ يلا قدام اللي في وشك. يلا طب ما بنت بيني كده. هو ده برضو طريق الاسم يا سي منصور؟ هو انت فاكراني موديك الاسم الصحيح؟ طب قول كده. طب مش كنا طلعنا البيت احسن؟ بيت الله يخرب بيتك، ما هو ده التكتيك اللي انا متكتكه عشان خاطر عباس. والتكتيك ده يطلع ايه؟ زي بتاع حترف؟ كل زبون هيجي لك هطفشه. نعم مش هخليك تكسبي ولا ناكلي. يا لهوي انت طلعت لي منين؟ ده انا اتنشيت عين. خليني بس، ما انت لما هتفلس وتخرب بيتك الواد عباس مش هلاقي من وراك فايده، هروح سايبك على طول. يا مصيبتي السوداء يا ناس اخيانه، لو ما كانوش بس قالوا لي على جنايه زرار العسكري. عسكري ايه وزرار ايه؟ انت زعلت يعني عشان بهدلتك قدام العالم؟ لا ابدا، ده انت تشكر، تشكر بالقوي يا طاج راسي. بقى الملعوب اللي كنتوا هتعملوه فيه اتقلب عليكم. انت اصلا غشيم. غشيم؟ انا غشيم عباس؟ طب انا من غير شكرانيه في نفسي انا كنت بتاع الثلاث ورقات. واحنا كسبنا الفجوره، والفجوره هي تراجي. انا مستعد اعمل اي حاجه عشان اخلص منه. اف ده وقف حالي. قال ايه؟ عايز نعيش بالحلال. مرحوم امي اللي ما اتفتحتش من يوم ما توفيت. يقطعني يا طاج راسي، ما كانش قصدي، بس اوعى يكون بيطلع لها عفريت. عفريت لما عفراتي انا الحق عليا لعدد بناتي. حقك عليا يا طاج راسي. طيب خلاص، بس ما تغلطيش في الغاليه. حاضر يا طاج راسي. انا هروح اجهز لك اوضتها عشان تتخمدي فيها لغايه ما اتصل بالمسؤولين. تسلم لي يا طاج راسي. Thank you.
سعادة البيه قالت كلامي. ده تكتيكم التكتيك يا سعادة التكتيك. يا سعادة ال ده ملعوبة بيه، ملعوبة عاملاها فيا البت دي. أنا ده أنا غلبانة، ده أنا من يوم ما اتبلى عليا وجابني عند سعادتك وأنا كل يوم يهددني لو ما كنتش أنزله وأجيله هنا. وأدي إزازة الهموم تشهد، وأدي التعبيرة كمان تشهد، يعني سبق إصرار ونوينا بقى. دي هي اللي جاب المأمورة يا سعادة الحشيش، هي اللي جاب المحشورة يا سعادة المحمور، المحشور مع المحمور. ما تصدقوش حضرتك، طب أنا هوريلك. بص حضرتك أدي بقيتها أهو في جيبه. اهي تشهد وتقول اتفضل. ياه ده صنف كويس يا سي منصور. طبعا ما هو بياخدها رشوه من الغرزجيه كمان عشان تنيريها على الاخر. اظن هتقول ان هي اللي حطيتها لك في جيبك كمان. اه وانا اللي قطعت فستاني وانا اللي قلعتك كده يا تجراسي.